طوت البصرة صفحة محافظها المستقيل ماجد النصراوي بتصويت مجلسها على انتخاب القيادي في المؤتمر الوطني العراقي أسعد عبد الأمير العيداني محافظا جديدا من بين 51 مرشحا بعدما حصل على 24 صوتا من أصل 27 من أصوات الأعضاء الذين حضروا الجلسة الاستثنائية. اليوم مجلس المحافظة انتخب محافظا، هذا المحافظ إذا بالتوصيفات السياسية هو غير محسوب على كتلة من كتل المجلس، فبالتالي هو محافظا قريب أن يكون مستقلا، وأتمنى أن يكون مستقلا وأن يكون للبصرة جميعا. تيار الحكمة ادعى بأن العيداني شخصية مستقلة وهو يحظى بدعم أعضاء المجلس، والدليل على هذا حصوله على أغلبية الأصوات من دون منافسة بقية المرشحين. نؤكد بأن المرشح سيد أسعد العيداني هو مرشح مستقل، ونعم هو اختيار تيار الحكمة. أعضاء مجلس محافظة الوصف باختلاف كتلهم هم متفقين مع هذه الشخصية المستقلة وداعمين لهذه الشخصية المستقلة، وذلك من أجل تجاوز كل المحن التي مرت بها محافظة البصرة. وشهدت الجلسة انسحاب مرشحين وأعضاء في مجلس المحافظة بسبب رفضهم الاستسلام للأمر الواقع والرضوخ لخيارات التوافقات السياسية. ما يحصل في الجلسة اليوم من اختيار محافظ هو يلبي طموحات الكتل السياسية. هناك مرشح احتضنته أحد الكتل الكبرى، وستقسم خيرات البصرة مرة أخرى، وستغرق البصرة مرة أخرى، وما تبقى من خيرات البصرة سيقتل في هذه الجلسة. طريقة إخراج المحافظ نفس الطريقة السابقة بطريقة المحاصصة والأمور اللي تدبر في الكواليس وفي الخفاء. الطريقة السابقة إذا عدناها تنتج نفس المواصفات، تنتج محافظ مستقيل وهارب ورئيس مجلس موقوف. بالنتيجة العيداني أصبح محافظا وقد طوى مخاض اختياره لهذا المنصب ليبدأ مخاضا عسيرا في ظل كثرة التحديات، لكنه أعلن عن استعداده لمواجهتها. يعني بالحقيقة تحدي، لأن الفترة قصيرة ومشاكل كثيرة، لكنه أي واحد يقدم على هيك منصب يجب أن يكون في داخله أنه يقبل التحدي، وإن شاء الله أنه نظهر نتائج هذا التحدي ونقضي على كثير من ملفات عالقة. من خلال الحرة سمعت أنه أنا أمريكي، أنا لا أملك لا جنسية أمريكية ولا جنسية إيرانية. حزمة من المشاكل والأزمات بانتظار حلول أن يقدمها العيداني لانتشال المحافظة من واقعها المزري الذي تعيشه. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.